السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح وفرص كتيرة. منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. وكمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بسهولة، وكنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها كان حصريا عن طريق قناتنا، وهي فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله يكون موجود معانا فرص ليها كتير التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وكنا برضو أعلنا عن خدمة، وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي منحة أو أي فرصة أنت عايزها. إحنا طبعا على القناة بتاعتنا بنشرح كل الفرص والمنح وطريقة التقديم والتفاصيل بتاعتها، تقدر إن أنت تقدم بنفسك أو ممكن إحنا نساعدك في عملية التقديم. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب بالنسبة للمنحة بتاعت النهاردة، هي تعتبر أشهر منحة في العالم، طبعا معظم الطلاب ومعظم الأشخاص عارفين عن المنحة دي، لذلك طبعا طلبا من ناس كتير أنا قررت إن أنا أتكلم عنها. خلينا نبدأ على بركة الله. هي منحة الحكومة التركية تمام لسنة 2020، طبعا منحة غنية عن التعريف. خليني قبل ما أبدأ أدخل في تفاصيل المنحة أحب أنوه إن أنا هعمل الفيديو ده على جزئين. الجزء الأول هتكلم فيه عن تفاصيل المنحة ومميزاتها، وطبعا هتكلم عن إزاي تملأ أبليكيشن التقديم وتملأ كل البيانات اللي فيه، البيانات الشخصية. وفي الجزء الثاني هتكلم عن الجزء الخاص بخطة البحث وخطاب النية الخاصين بالمنحة واختيار الجامعات وكل الأجزاء دي، هنتكلم عليها إن شاء الله في الجزء الثاني من الفيديو ده. طيب الدولة هي تركيا. الدول المتاحة في التقديم للمنحة دي جميع الدول المتاحة للتقديم، طبعا معظم الدول ليها علاقات طبعا كويسة مع تركيا، فكل الدول المتاحة للتقديم. المرحلة الدراسية اللي بتمولها المنحة دي، المنحة دي متاحة لدرجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني تعتبر شاملة معظم المراحل الدراسية. عدد المقاعد الدراسية المتاحة في المنحة دي من كل الدول 4000 مقعد دراسي، يعني كل سنة هم بياخدوا حوالي أكتر من 4000 شخص أو طالب للدراسة في الجامعات التركية. خلينا بقى نتكلم عن مميزات المنحة دي، وصراحة مميزاتها خرافية وممتازة جدا وفيها حاجات كتيرة جدا. بيقول لي أول حاجة التمويل، الإقامة في سكن مخصص للطلاب مجانا، يعني أنت هيكون ليك سكن مجانا داخل الجامعة، وطبعا كمان لو أنت مش حابب إنك تسكن داخل الجامعة ممكن إنك تسكن خارج الجامعة مفيش مشكلة، بس هتكون تكاليف السكن على حسابك، ولكن تكاليف بالمجان داخل الجامعة، هيكون في سكن بالمجان داخل الجامعة. وجبات الطعام بالمجان، هتاخد وجبات طعام يوميا بالمجان. تأمين صحي للطلاب، هيكون في تأمين في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، هيكون في نفقات العلاج على حسابهم طبعا في المستشفيات الحكومية. هيكون في كمان دراسة اللغة التركية لعام كامل، هنا هيدوك لغة تركية لمدة سنة كاملة هتاخدها، وبعد كده انت ممكن تدرس بيها التخصص بتاعك تمام، لان في طبعا ناس بتعمل لها اللغة الإنجليزية بتعمل لها عقبة كبيرة، فبالتالي المنحة دي مش شرطة ان يكون معاك لغة إنجليزية، وانما انت ممكن تاخد سنة لغة تركية وبعد كده تدرس في التخصص بتاعك. طيب كمان هتتحمل لك تذكرة الطيران من بلدك إلى تركيا، وبعد لما تخلص الدراسة برضو عودة إلى بلدك هم هيتحملوا لك تذاكر الطيران. هتتمتع بمزايا إذن إقامة الطالب وبطاقة المواصلات، هيدوك بطاقة مواصلات تقدر تتنقل بيها طبعا بأسعار رمزية جدا أو بأسعار مجانية. كمان زيارة المتاحف والأماكن الأثرية داخل تركيا، هيكون في بطاقة طلاب أنت تقدر تستخدمها عشان تزور بيها الأماكن دي كأنك زي شخص تركي، لأن طبعا الـ الأشخاص الأجانب في الدول الأخرى لما بيسافروا طبعا بتكون في رسوم كبيرة على زيارة المتاحف والأماكن الأثرية ومثلا إنك تسافر بره المدينة تانية أو هكذا، ولكن هيكون معاك بطاقة تقدر تتنقل بيها وتزور بيها كل الأماكن اللي أنت عايزها بأسعار رمزية. بالإضافة كمان هتاخد راتب شهري، في راتب هتاخده من المنحة دي لمرحلة البكالوريوس بيعادل 700 ليرة تركية تمام، هتاخد 700 ليرة تركية بجانب السكن والطعام وكل التكاليف عليهم، انت كمان هتاخد 700 ليرة تركية عشان مصاريفك الشخصية.
مرحلة الماجستير هياخدوا 950 ليرة تركية، ومرحلة الدكتوراه هياخدوا 1400 ليرة تركية، يعني حاجة ممتازة جدا. وطبعا في مميزات أخرى بتشملها المنحة، طبعا بيتم التعرف عليها لما بيتم قبولك في المنحة، بتبقى مميزات يعني بسيطة، ولكن دي أهم المميزات اللي بتشملها المنحة. طيب خلينا بقى نتعرف على شروط التقديم للمنحة دي عشان أقدم لها أنا محتاج إيه. أول حاجة شروط مرحلة البكالوريوس، أنت شخص هتقدم دلوقتي لمرحلة البكالوريوس محتاج إيه؟ لازم سنك ما يكونش تجاوز ال 21 سنة، تمام؟ ده شرط مهم جدا، يبقى لو أنت سنك معدي ال 21 سنة ما ينفعش تقدم للمنحة دي. طبعا ما تكونش ملتحق بإحدى الجامعات التركية، يعني حاليا بنفس الدرجة ما تكونش ملتحق بيها وعايز تقدم في المنحة التركية، تمام؟ يعني ما يكونش نفس الدرجة. ألا يقل المعدل في الثانوية العامة عن 70%، يعني حضرتك في الثانوية العامة ما تكونش جايب أقل من 70% للتخصصات كلها، وبالنسبة للتخصص الطب البشري وأسنان وصيدلة لازم تكون جايب 90 فيما فوق، تمام؟ يعني معدلك لازم يكون 90% فيما فوق. طبعا بالنسبة للدول التانية اللي بتمشي زي المغرب مثلا بتمشي بدرجة 20 مثلا، ده المعدل أو الدرجة القصوى عندهم في الثانوية العامة، فتقدر إنك تحسب 90% بتعادل كام من الدرجة بتاعتك اللي أنت جايبها في الثانوية العامة. طيب كمان بيقول لك لو انت حضرتك دلوقتي على وشك التخرج من الثانويه العامه، يعني لو حضرتك دلوقتي في سنه ثالثه ثانوي مثلا او في البكالوريا في السنه الثالثه من البكالوريا، تقدر انك تقدم للمنحه دي عادي جدا، وتقدم ليها بوثيقه الثانويه العامه للسنه الثانيه، يعني حضرتك بتجيب شهاده الثانويه العامه بتاعت السنه الثانيه اللي انت حضرتها، ولازم يكون مجموعك فيها لا يقل عن 70%، وبتقدمها كإثبات دليل إن حضرتك بتدرس في الثانوية العامة وإنك حاليا مقيد في المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، تمام؟ يبقى ده كبديل إذا كنت بتدرس حاليا. لمرحلة الماجستير الشروط بتاعتها سنك ما يزيدش عن 30 سنة، تمام؟ كمان ما تكونش جايب في البكالوريوس معدل أقل من 75%. للطلاب بقى اللي دلوقتي حاليا بيدرسوا درجة البكالوريوس وفي آخر سنة يعني في السنة الرابعة من البكالوريوس، يقدروا يقدموا للمنحة عادي من غير أي مشاكل، عن طريق إن هم يجيبوا كشف درجات لآخر سنة وآخر فصل دراسي هم حضروه في الجامعة، وبكده يقدروا يثبتوا إنهم في الفصل الأخير من الدراسة. لمرحلة الدكتوراه الشروط بتاعتها سنك ما يزيدش عن 35 سنة لمرحلة الدكتوراه، يكون معدلك في درجة الماجستير لا يقل عن 75%، تمام؟ وكمان لو انت حضرتك دلوقتي بتدرس درجة الماجستير وفي آخر سنة، تقدر برضو تجيب كشف درجات لآخر فصل دراسي انت حضرته او لسه او يعني حضرته سابقا وانت في الفصل الأخير دلوقتي، تقدر تقدم للفصل السابق كشف الدرجات بتاعته. طيب بالنسبة بقى للتخصصات الموجودة في المنحة دي، طبعا معظم الجامعات التركية او بنسبة كبيرة كل الجامعات التركية مشاركة في المنحة دي، فطبعا كل التخصصات اللي بتقدمها الجامعات التركية متاحة فيها، زي الطب، زي الهندسة، زي الصيدلة، زي الآداب، جميع التخصصات متاحة في المنحة دي. وإن شاء الله في الجزء القادم من الفيديو ده هنتكلم عن التخصصات وهنتكلم عن حاجات كتيرة جدا، وأحب أنوه برضو إن احنا بنعرض خدمة التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، وخاصة كمان المنحة التركية بنعرض فرصة تقديم ليها، بنعرض لك التقديم بشكل احترافي، بنعمل لك خطابات النية، خطة البحث، بنملى لك الابليكيشن بشكل كامل، يعني كل الحاجات دي احنا بنعملها وبسعر رمزي كمان. فحضرتك ليك حرية الاختيار انك تقدم بنفسك عن طريق انك تتابع فيديوهاتنا واحنا بنشرح طريقة التقديم وكل التفاصيل، او انك تقدم من خلالنا وده بيكون عائد ليك في النهاية. طيب بالنسبة بقى للأوراق المطلوبة في المنحة دي، حضرتك مطلوب منك أول حاجة صورة جواز السفر أو الهوية، يكون معاك الباسبور بتاعك، أو لو مش معاك ممكن صورة البطاقة أو صورة الهوية بتاعتك حسب ما بتتسمى في بلدك. صورة شخصية ليك سهلة جدا موجودة عند الجميع. كشف درجات لآخر مرحلة دراسية حصلت عليها، سواء أنت هتقدم لدرجة الماجستير يبقى لازم يكون معاك كشف درجات لمرحلة البكالوريوس. شهادة تخرج لآخر مرحلة دراسية أنت حصلت عليها، تمام؟ كمان مطلوب زي مقالات، حاجة اسمها مقالات النية وخطة البحث للماستر والدكتوراه. في حاجة اسمها مقالات النية مطلوبة للجميع للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وفي حاجة اسمها خطة بحث للماستر والدكتوراه، إن شاء الله هنتكلم عنها زي ما وضحت في الجزء القادم من الفيديو ده. طيب كمان مطلوب حاجة اسمها خطاب توصية، مطلوب منك واحد على الأقل، ولو عندك اتنين تلاتة كل ده بيدعم من طلبك. خطاب التوصية ده حاجة سهلة جدا، بيتجاب من أستاذ جامعي عندك أو أستاذ مدرسة مثلا كان بيدرس لك في الثانوية العامة، فأنت بتشوف الأنسب وبتجيب منه خطاب، الشخص الأنسب بتجيب منه خطاب يدعم طلبك.
السي في بتاعك تحطه، طبعا حاجه بسيطه يعني، السي في بيحتوي على الدرجه اللي انت بتدرسها حاليا، بيحتوي على اي خبرات او اي كورسات او اي حاجات انت واخدها تحطها في السي في وتكتبها. اي شهادات اضافيه عندك تمام، لو عندك شهادات زي شهادات كورسات اعمال زي شهادات تطوع، كل ده بترفقه في الابليكيشن وكل ده بيدعم من طلبك، ولكن ده مش اجباري، ممكن تحطه او لا، ولكن يعني عند اضافته بيزود من نسبه القبول اكتر. طبعا اي شهادات لغه عندك، لو عندك شهاده لغه زي الايلتس تويفل سات، كل الشهادات دي برضو بتزود وبتدعم من طلبك، ولكن هي مش الزاميه تمام، يعني ان وجد فقط. اخر ميعاد للتقديم للمنحه دي هو 20 فبراير 2020، ده اخر ميعاد للتقديم، لسه الوقت يعني الى حد ما موجود معاك. لو انت مش مجهز ورقك تقدر انك تجهز كل الاوراق بتاعتك وتقدمها. واحب انوه ليه حاجه كمان، ان الاوراق المطلوبه حضرتك هنا ممكن انها تكون باللغه الانجليزيه وممكن تكون باللغه العربيه، يعني لو شخص مثلا الشهادات بتاعته او الاوراق بتاعته زي كشف الدرجات زي الحاجات دي كلها باللغه العربيه ممكن يقدر يقدمها عادي، ولكن انا كنصيحه بنصحها لك من الافضل انك تترجم اوراقك عشان يكون الموضوع يعني اكتر جديه، ويكون كمان اللي بيراجع طلبك يكون فاهم يعني الورق بشكل اكبر تمام. ممكن شخص يكون مش فاهم اللغه العربيه كويس وهو بيراجع الاوراق بتاعتك، فبالتالي ما ياخدش الاوراق بعين الاعتبار، انما لما بتكون باللغه الانجليزيه بيكون افضل طبعا. طيب كيفيه التقديم، عشان تقدم للمنحه دي لازم تملا ابلكيشن اونلاين، في ابلكيشن كده اونلاين لازم تملاه بالكامل تمام. احب اوضح كمان ان لغه الدراسه في المنحه دي اللغه التركيه او اللغه الانجليزيه، حضرتك هتاخد سنه لغه تركي وبعد كده ممكن تقدر تدرس التخصص بتاعك باللغه التركيه، او لو حابب تدرس باللغه الانجليزيه ده برضو بيرجع ليك، ولكن عند اختيار الدراسه باللغه الانجليزيه لازم الاول تشوف شروط الجامعه، يعني الجامعات اللي في تركيا، مثلا انت اخترت جامعه معينه في اسطنبول مثلا تمام، والجامعه دي عشان تدرس فيها باللغه الانجليزيه يبقى انت محتاج شهاده ايلتس، فلازم تلتزم بقرارات الجامعه سواء فرض وجود شهادة لغة أو لا، دي لازم تتعرف عليها، المنحة هنا ملهاش أي دخل، ولكن لو اخترت اللغة التركية فأوريدي على طول الموضوع مفعل وأنت كده هتنضم للدراسة مباشرة بدون أي شهادات إضافية، تمام؟ وكمان حاجة أحب أنوه عليها، لو أنت اخترت الدراسة باللغة الإنجليزية ده ما بيمنعش أنك هتاخد السنة اللغة، يعني لو حضرتك عايز تدرس باللغة الإنجليزية وتقول أنا مش عايز سنة لغة تركي ما ينفعش، اجباري لازم هتاخد السنه اللغه التركيه وبعد كده ممكن تقدر تدرس باللغه الانجليزيه زي ما انت حابب. عمليه القبول بقى في المنحه دي او عمليه يعني مراجعه طلبك ازاي؟ اول حاجه بيتم مراجعه الطلب بتاعك والبيانات والاوراق اللي انت هترفقها في الابلكيشن اللي احنا هنتكلم عليه بعد شويه، دي اول مرحله. تاني مرحله لو تم قبولك في المرحله الاولى اللي هي مراجعه الطلب تمام، هيتم دعوتك لحضور انترفيو في بلدك او في السفاره او في مكان تابع للمنحه الموجوده في بلدك تمام، يعني هيكون الانترفيو ده في البلد بتاعتك في مثلا سفارة تركية او في مكان تابع للمنحة في البلد بتاعتك، ويكون الانترفيو ده باللغة العربية او اللغة الانجليزية، هم يخيروك انك تعمله باللغة العربية او اللغة الانجليزية. طبعا ناس كتير عملته باللغة العربية وتم قبولهم مفيش مشكلة، يعني على حسب انت اختيارك تعمله ايه الافضل ليك. طيب كده شرحنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة، لو في أي حاجة مثلا أنتوا حابين تتعرفوا عليها أكتر وأنا ما وضحتهاش في المقال ده، يا ريت تكتبوا لي كومنت أسفل الفيديو عشان أوضحها بشكل أكبر ليكم. طيب خلينا بقى دلوقتي نشوف الإعلان الرسمي، أنا هنا حاطط لكم لينك التقديم الخاص بأبلكيشن المنحة وهنا الإعلان الرسمي، تعال نبص كده سريعا على الإعلان الرسمي. هنا هيظهر لك الاعلان الرسمي الخاص بالمنحه، هتلاقي فيه كل التفاصيل، هنا بيقول لك ان المنحه اخرها 20 فبراير 2020 وهنا ذاكر كل التفاصيل تمام. لو انت حبيت تبص عليه. خلينا بقى دلوقتي نخش على ابلكيشن التقديم، عشان تقدم للمنحه دي هتيجي تضغط على قدم الان او ابلاي ناو زي ما انا حاطط لك اللينك هنا عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. ابلكيشن التقديم هيفتح معاك بالشكل ده. طيب انت كشخص الاول مره تخش على الابلكيشن مش عارف حاجه، طيب هتعمل ايه؟ حضرتك عندك حاجه هنا اسمها ريجستر، بتروح تضغط عليها عشان الاول تعمل اكونت على الابلكيشن بتاع المنحه تمام. هيظهر لك الاكونت بالشكل ده او هيظهر لك البيانات المطلوبه عشان تعمل اكونت بالشكل ده. اول حاجه مطلوبه منك انك تحط اسمك هنا تمام. لو عندك ميدل نيم، الميدل نيم اسمك، يعني مثلا انا اسمي محمد اشرف مدكور مثلا، فيبقى اسمي محمد هنا، اشرف هنا، مدكور هنا تمام. لو مثلا الناس اللي من المغرب والجزائر وتونس ما عندهمش ميدل نيم، فبتحط اسمك هنا النيم على طول والسير نيم هنا بدون وجود ميدل نيم تمام. طيب بالنسبه للجندر بتاعك طبعا بتختاره، تاريخ ميلادك، الجنسيه بتاعتك، ايميلك هنا بتحطه مرتين تاكيد الايميل، تعمل باسورد وبتاكد الباسورد مرتين. هنا في حاجه اسمها السيكريت كويتشن،
بالنسبه للسيكريت كويتشن دي حاجه سهله جدا، هو بيقول لك حط سؤال من عندك وجاوب عليه. يعني مثلا قلت وات از مثلا وات از ماي فازر نيم، تمام؟ هيكون مثلا السؤال بالشكل ده، انا حطيت سؤال بالشكل ده، تمام؟ حط اجابته هنا مثلا، انا مثلا اسم والدي اشرف، تمام؟ طيب هو ليه بيطلب منك السؤال ده؟ في حالة إذا مثلا أنت فقدت الإيميل بتاعك أو حاجة، تقدر عن طريق السؤال السري ده إنك تسترجعه عادي. بعد لما بتكتب البيانات دي بتيجي هنا في زي verification code هنا بتحطه، تمام؟ بتكتب نفس اللي مكتوب هنا، وبعد كده بتضغط I approve، تمام؟ وبعد كده بتضغط سيف، وكده انت عملت اكونت على ابلكيشن المنح. طيب بعد لما بتضغط على كلمه سيف ايه اللي بيحصل؟ الايميل اللي حضرتك كتبته هنا بتوصلك عليه رساله، تمام؟ هتوصلك بالشكل ده، ده الايميل بتاعي وصلتني رساله من المنحه. الرساله دي بيكون فيها كود تفعيل، لازم عشان انت تخش وتكمل الابلكيشن بتاعك لازم تفعل الاكونت الاول. ممكن تضغط على كلمه التفعيل من هنا او تضغط على اللينك الكبير ده من هنا، ولما بتضغط عليه كده بيقول لك تم تفعيل الايميل بتاعك، تمام؟ طيب حضرتك دلوقتي فعلت الايميل، تعمل ايه؟ ترجع بقى تاني، تمام؟ عشان تعمل لوجن للابلكيشن بتاعك. مفروض بقى تحط الباسورد، تحط الايميل بتاعك هنا وتحط الباسورد هنا. طيب حطيت الايميل والباسورد، اعمل ايه؟ تيجي تضغط على كلمه لوجن، تمام؟ عشان يفتح معاك الابلكيشن. اول ما حضرتك تعمل لوجن الابلكيشن هيفتح معاك بالشكل ده. طبعا الابلكيشن كبير، فيه متطلبات كتير او فيه بيانات كتير محتاج انك تملاها، فاحنا ان شاء الله النهارده في الجزء بتاع الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تملى كل بياناتك الشخصيه وتحط الكورسات والتطوعات اللي عندك وتحط اي شهادات عندك، تمام؟ كل ده هنتكلم عليه هنا. طيب اول حاجه انت محتاج تروح للبيرسونال انفورميشن، تروح للجزء ده. انت حضرتك هيظهر لك قائمه من هنا، احنا بقى هنتكلم عن القائمه دي النهارده وازاي نملى كل سيكشن فيها. هتروح عند البيرسونال انفورميشن، تمام؟ اول حاجه مطلوبه منك هنا بيقول لك اتكلم عن معلوماتك الشخصيه وحطها. عشان تحط معلوماتك الشخصيه محتاج تعمل ايه؟ هتروح عند كلمه ايديت دي، تمام؟ وهيظهر لك هنا ده الاسم بتاعك اللي انت كنت كتبته، تاريخ ميلادك اوريدي كنا حطيناه، الجندر تمام حطيناه، بيقول لك حط الدوله بتاعتك، الدوله اللي انت اتولدت فيها، بيقول لك حط نوع الوثيقه الهويه بتاعتك، تمام؟ انت عندك بطاقه تحقيق شخصيه ولا باسبور، فبتختار مثلا اخترت باسبور، تحط رقم الباسبور، نوعه مثلا تكتب بيرسونال هنا نوعه شخصي، تكتب الكود او الرقم الباسبور بتاعك، وهنا تحط صوره جواز السفر بتاعك، تمام؟ وهنا حضرتك بتحط صورة شخصية ليك، الصورة الشخصية بتحط هنا. طيب أنا كتبت البيانات دي، أضغط على كلمة سيف هنا عشان أحفظ البيانات دي. طيب هنا في الجزء ده كمان بيكلمني عن الديانة، بيقول لي اختار ديانتك، مثلا مسلم فبتختار الديانة ديانة الإسلام مثلا، بيقول لي هنا عن يعني الريس بتاعك، تمام؟ فمثلا بتختار أرابس، تمام؟ أرابس، عشان في ناس بتتلخبط في الجزء ده، أرابس، تمام؟ هنا مش عارف ليه ما بتطلعش معايا والله. Arabs اهي، تمام طلعت. طيب تكتب Arabs كده وتختار هنا، بيقول لك هل عندك disability، هل عندك اي عقل او اي شيء، فمثلا بتقول نو انا ما عنديش، اي دونت هاف اني disability، تمام؟ وبتضغط على كلمه سيف. طيب خلصت حضرتك البيرسونال انفورميشن دلوقتي وخلصت الجزء ده، تعمل ايه؟ تخش على الجزء اللي بعده اللي هو الفاميلي انفورميشن، تمام؟ بالنسبه هنا عندنا بقى للفاميلي انفورميشن. ايه هو الفاميلي انفورميشن؟ هنا بيسالك شويه اسئله عن العائله بتاعتك، اسم والدتك، اسم والدك، مدخولك الشهري كام، زي ما هنشوف دلوقتي. في الجزء ده بيقول لك اكتب اسم والدتك، اكتب هل والدتك حيه، تمام؟ يعني على قيد الحياه. اسم والدك، هل والدك بيعمل، بتضغط مثلا بيعمل، بتكتب هنا المؤسسة اللي والدك بيشتغل فيها، نوع الشغل بتختار العمل اللي والدك بيشتغله، البوزيشن بتاعه في الشغل ده، هل هو مثلا موظف ولا عامل ولا طبيعة الشغل ده ايه بالنسبة له. هنا سايبلينج دي معناها كم عدد الاخوة اللي عندك خارج وجودك انت، يعني مثلا حضرتك عندك اربع اخوات وانت الخامس، فانت مالكش دعوة، يبقى كده اربع اخوات فقط، يبقى مش هتقول خمسة، لا هتقول بس اربع اخوات فقط. هنا بيقول لك الحالة الاجتماعية بتاعتك بتختارها، تمام؟ حالتك الاجتماعية، وهنا بيقول لك حط لنا مدخول العائلة بتاعتك شهريا كام، يعني من صفر ل 50 دولار ولا من 50 ل 100 دولار، ده المدخول الشهري للعائلة. بعد لما بتخلص الجزء ده بتضغط على كلمة سيف وبتخش على السكشن اللي بعده. في السكشن ده اللي هو الكونتاكت انفو بيقول لك حط معلومات التواصل معاك، لو احنا عايزين نتواصل معاك هنقدر نتواصل ازاي؟ تضغط على كلمة ايديت عشان تحط معلوماتك الشخصية بالنسبة للتواصل.
تكتب الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، المدينه، تمام. تكتب البوستال كود. البوستال كود ده حاجه سهله جدا، بتكتب على الانترنت بوستال كود مثلا مثلا لمحافظه الاسكندريه مثلا، تمام. انا من اسكندريه، ف مثلا لمحافظه الاسكندريه، فبتحط بتكتب مثلا على جوجل بوستال كود الاسكندريه مثلا، بتحط البوستال كود، تمام، اللي بيطلع لك للمدينه بتاعتك على حسب دولتك وعلى حسب المدينه اللي عندك. هنا الفون، الفون بالنسبه للهوم، لو ما عندكش تليفون ارضي او تليفون يعني منزل، بتسيب الخانه دي فاضيه، تكتب الموبايل فون بتاعك، بتكتب هنا عنوان الشارع اللي انت موجود فيه حاليا، البيلدينج نمبر، رقم العماره مثلا اللي انت موجود فيها، الدور نمبر، رقم الشقه اللي انت موجود فيها، تمام. ولو ما عندكش دي بتسيب الجزء ده فاضي. طيب هنا ده بتسيبه فاضي، يعني بيقول لك هل عندك عنوان تاني مختلف مثلا، ما بتحطش عليه اي شيء، بتسيب ده فاضيه كده، تمام. بيقول لك هنا بقالك قد ايه في العنوان اللي انت ذكرته، تمام، العنوان ده بقالك فيه قد ايه. مثلا اقول انا بقالي 7 سنين مقيم في العنوان ده، 5 سنين، تحط رقم السنه او الشهور اللي انت مقيم فيها في العنوان ده. طيب بعد لما تخلص الجزء ده بتضغط على كلمه سيف وبتخش على الجزء اللي بعده، والجزء اللي بعده اللي هو الاديوكيشن انفورميشن. ونركز بقى في الجزء ده كويس، لان الجزء ده اللي على اساسه بيتم تحديد التخصصات اللي هتظهر لك فيما بعد، او الدرجه اللي هتظهر لك فيما بعد. طيب مطلوب من حضرتك هنا اول حاجه الميدل سكول، ودي معناها المدرسه الاعداديه او المدرسه اللي حضرتها قبل المدرسه الثانويه، تمام. بتخش اول حاجه على الميدل سكول عشان تكتب البيانات بتاعتها. هنا في الميدل سكول مطلوب منك الدوله اللي انت حضرت فيها الميدل سكول بتاعتك، المدينه، تكتب اسم المدرسه، بيطلعوا لك جميع اسماء المدارس هنا. مثلا لو اخترت ايجيبت مثلا، لو انا كتبت ايجيبت كده، تمام، هيطلع لي اسماء المدارس كلها، تمام. مثلا محافظه الاسكندريه مثلا، هيطلع لي بص كلها، بص كده، هيطلع لي اسماء المدارس كلها اللي موجوده في محافظه الاسكندريه، وانت بتختار منها. وقيس على سبيل المثال بقى اي دوله انت موجود فيها، بتكتبها وبيطلع لك اسماء المدارس. طيب بتكتب هنا المرحله بتاعتك، هل اتخرجت من المدرسه الاعداديه، بتكتب مثلا جرادويت. بيقول لك اختار الدرجه بتاعتك، مثلا احنا في مصر عندنا الدرجه من 100، عندنا الدرجه مثلا من 0 ل 410، بتختار نوع الدرجه في المدرسه بتاعتك، تمام. ومثلا لو الدرجه مش موجوده من ضمن الدرجات دي، اختار من 100 وحول النسبه تكون لنسبه مئويه، تمام. يعني الدرجه مثلا من 100، يبقى بتختار هنا مثلا انا جبت 95، ومثلا دي بقى معناها العلامه العشريه، و 87 من 100، تمام. العلامه العشريه دي في النص، تمام، عشان تبين لك هنا بعد الفاصله انت جبت كام. هنا بتحط بالنسبه للجزء ده لو عندك بقى شهاده التخرج من الاعداديه، وهنا عندك كشف الدرجات بتاع المدرسه الاعداديه بتحطه. طب لو حضرتك ما عندكش، بتسيبه الجزء ده فاضي. بالنسبه للمدرسه الاعداديه الجزء ده مش مهم، فقط تحط معلومات المدرسه الاعداديه، ولو مش عندك الشهادات بتاعتها بتسيبها فاضيه عادي من غير اي مشكله. طيب بعد كده بتعمل سيف وبتخش على الجزء اللي بعده، وهو او خلينا نكمل خلينا نكمل الجزء الخاص ب احنا كده خلصنا الميدل سكول، تمام. نخش بقى على الهاي سكول، لان انت عندك في الجزء ده اللي هو الخاص بالاديوكيشن انفورميشن عندك حاجتين، ميدل سكول وهاي سكول، وعندك الباشولر ديجري على حسب الدرجه اللي انت هتقدم ليها. فانت خلصت الميدل سكول، تخش على الهاي سكول اللي هي المدرسه الثانويه بتاعتك، وتكتب بياناتها برضو نفس النظام، تكتب المدينه، الدوله، تحط اسم المدرسه، تكتب الدرجه اللي انت حصلت عليها. هنا بقى دي مهمه جدا طبعا، هنا ما ينفعش دي تسيبها فارغه. بالنسبه لكشف الدرجات بتاعت المدرسه الثانويه وشهاده التخرج بتاعت المدرسه الثانويه، بتحط الاثنين لازم يتحطوا هنا، ما يتسابوش زي المدرسه الاعداديه. طيب مثلا في اشخاص في مصر عندهم كشف الدرجات نفس شهاده التخرج، يعملوا ايه؟ هتحط حضرتك الشهاده الثانويه العامه هنا وتحطها هنا مره اخرى، لان في دول بيكون فيها كشف الدرجات لوحده وبيكون فيها شهاده التخرج من الثانويه العامه لوحدها، انما في مصر مثلا بيكونوا الاثنين في شهاده واحده، فبتكررهم مرتين هنا، تمام. طيب خلصنا من الجزء ده، تضغط على كلمه سيف، تمام، وتخش على الجزء اللي بعده. طيب في الجزء ده هنرجع له تاني اللي هو الاديوكيشن انفورميشن برضو، تمام. هتلاقي عندك لو حضرتك دلوقتي كتبت في الهاي سكول انك خلصت الهاي سكول، يعني خلصت المدرسه الثانويه، هتلاقي في حاجه اسمها باشولر ديجري هتطلع لك هنا، وتقدر انك تفتحها وتملاها، تمام. الباشولر ديجري دي نفس بالظبط الهاي سكول والميدل سكول، بتكتب نفس البيانات فيها، وبتحط كشف الدرجات بتاعتك، بتحط شهاده التخرج بتاعتك. طيب لو حضرتك خلصت الباشولر ديجري، هيظهر لك البوست جراديويت اللي انت هتملاه، اللي هو بالنسبه لي درجة الماجستير، يعني هو بيفضل معاك لآخر مرحلة دراسية أنت وقفت عندها، تمام؟ طيب خلصنا الجزء ده، نعمل إيه؟ نخش على الجزء اللي بعده. الجزء اللي بعده هنا خاص بإيه؟
اللغات اللي حضرتك بتعرفها، بيقول لك اللغه اللي انت نيتف فيها ايه، اللغه اللي انت بتعرف تتكلمها. هقول مثلا العربي، انا نيتف في اللغه العربيه مثلا، تمام. وتختار بقى اي لغات اضافيه انت بتعرفها، تقدر بقى تضيف من هنا. بيقول لك هل عندك خبره في اللغه التركيه مثلا؟ لو عندك خبره بتقول يس، لو ما عندكش خبره بتقول نو. وهنا بتضيف اي لغات اضافيه، مثلا واحد عنده مستوى كويس في اللغه الانجليزيه، فتختار انجلش لانجويج مثلا، وتكتب المستوى بتاعك ادفانسد ولا بيجنر ولا انترميديت. في اشخاص مثلا بتعرف تتكلم اللغه الفرنسيه، بتختار نفس النظام وبتعمل سيف، تمام. طيب خلصنا من الجزء ده، نخش على الجزء اللي بعده وهو الخاص بالورك اكسبيرينس. والورك اكسبيرينس هنا بيدل على خبره العمل بتاعتك. هل اشتغلت مثلا في عمل معين قبل كده، سواء شغل مدفوع الاجر او غير مدفوع الاجر؟ لو عندك عمل اشتغلت فيه قبل كده، خبرات سابقة بتحطها، لو ما عندكش بتسيب الجزء ده فاضي. طب انا شخص عندي خبرة في العمل، اعمل ايه؟ هتيجي وتعمل اد هنا، تمام، وتضيف هنا الدولة اللي انت اشتغلت فيها في العمل ده، اسم المؤسسة او الشركة اللي انت اشتغلت فيها، البوزيشن اللي انت اشتغلت فيه، نوع العمل ده، كنت موظف ولا عامل ولا كنت شغال ايه بالظبط. بيقول لك حالة العمل، هل انت لسه شغال معاهم ولا خلاص سبتهم. بيقول لك بدأت الشغل امتى وانتهيت من الشغل امتى. بيقول لك بقى ادي تفصيل هنا، قول لنا تفصيل عن الشغل ده والوظيفة دي، تمام. هنا بتشرح بقى الوظيفة بشكل اكتر وبتتكلم عنها وايه العمل بتاعك اللي انت كنت بتقوم بيه. بعد لما بتخلص الجزء ده بتضغط على كلمة سيف. ولو حضرتك عايز تضيف اي اعمال اضافية، بترجع تاني للجزء ده اللي هو الورك اكسبيرينس وبتعمل اد مرة اخرى. طيب هنا في الجزء ده بتضيف السي في بتاعك، تمام، اللي احنا كنا قلنا عليه لازم تضيف سي في بتاعك. يبقى بتعمل هنا سيلكت وبتضيف السي في بتاعك وبتعمل سيف. دي حاجة مهمة ولازم تتحط، دي ضرورية الزامية. طيب انا خلصت من الجزء ده، اعمل ايه؟ اخش على الجزء اللي بعده وهو الخاص بالاكاديميك كواليفيكيشن. بالنسبه للاكاديميك كواليفيكيشن دي خاصه باي شهادات اضافيه معاك. لو حضرتك معاك مثلا سات، معاك ايلتس، معاك تويفل، يبقى انت هتملى الخانه دي. طب لو معاكش اي شهاده من الشهادات دي، بتسيب الجزء ده فاضي. طيب انا معايا دلوقتي الايلتس، تمام، وعايز احط اللي انا معايا الشهاده دي، يبقى اختار الاكزام اللي معايا، مثلا معايا ايلتس، معايا سات، معايا جي ار اي، مثلا معايا جي ار اي، واختار الدوله اللي حضرت فيها الامتحان، اختار الجريد بتاعتها، الدرجه بتاعتها كانت من كام، اختار تاريخ الامتحان، واحط هنا وثيقه بتثبت درجتي في الامتحان ده، تمام، يعني صوره من حصولي على امتحان الجي ار اي مثلا. طيب خلصت الجزء ده، بتعمل ايه؟ بتخش على الجزء اللي بعده وهو السوشيال اكتيفيتيز، يعني خاص بالاعمال او النشاطات بتاعتك. الجزء ده صراحة مهم جدا، وعلى الأقل لازم يكون معاك هنا أعمال تطوعية عملتها أو خبرات أو كورسات أخدتها. طيب أنا دلوقتي أخدت كورس معين، عايز أضيف الكورس أو العمل ده، بتضغط على كلمة آدي هنا، بيطلع لك 4 حاجات. بيقول لك عندك هنا أورد، يعني جائزة أنت حصلت عليها، تمام، يعني حاجة أنت حصلت عليها مثلا في الرياضة أو مثلا في مؤسسة أو بروجكت أنت عملته أو سيرتيفيكيت أو شهادة حصلت عليها أو سكولرشيب حصلت عليه سابقا. فبتعمل اد هنا، تمام، مثلا انا حصلت على سيرتيفيكيت مثلا، تمام، هيظهر لي هنا الخانه بيقول لي اكتب اسم السيرتيفيكيت اللي انت حصلت عليها، حصلت عليها من اي مؤسسه، تاريخ الحصول عليها، تمام، المجال اللي انت حصلت فيه على الشهاده دي، واوصف الشهاده دي وحط لنا صوره من هذه الشهاده. يبقى انت بتحط البيانات دي لو عندك، بتعمل سيف وبترجع تاني هنا وبتضيف لو عندك شهادات تانية او عندك بقى سكولرشيب اخدتها قبل كده او عندك بروجكت، بتضيف هنا الحاجات الاضافيه دي. وبالنسبه للاعمال التطوعيه بيقول لك لو عندك اعمال تطوعيه، بتضغط على كلمه اد برضو وبتضيف بنفس الطريقه اللي احنا اتكلمنا عنها. طيب اخر حاجه بقى اللي هو تركي اكسبيرينس، خاصه باللغه التركيه او بالثقافه التركيه، تمام. هنا بيسالك شويه اسئله، بيقول لك هل انت زرت تركيا قبل كده مثلا؟ زرتها، بتقول يس، ما زرتهاش، بتقول نو. بيقول لك ازاي عرفت عن المنحه دي؟ تختار بقى مثلا عرفت من قناه على اليوتيوب، عرفت من السوشيال ميديا، من الفيسبوك، تختار انت عرفت عنها منين. بيقول لك هل عندك اي قريب بيدرس حاليا تبع المنحه التركيه؟ لو ما عندكش بتقول نو مثلا. بيقول لك هل عندك اي قريب عايش حاليا في تركيا؟ لو ما عندكش بتضغط على كلمه نو، تمام. وبكده يبقى انت مليت الخانه دي اللي هي خاص بالتركي اكسبيرينس. كده احنا اتكلمنا عن كل الخانات دي. طالما حضرتك مليت الخانات دي، يبقى انت كده ضمنت اكتر من 70% من الابليكيشن انت خلصته، تمام، لان الاجزاء دي هي مهمه جدا، فيها تفاصيل كتير لازم تهتم انك تملاها بشكل كويس وبدقه عاليه. لو مليت البيانات دي كلها، كده انت ضمنت انك خلصت 70% من الابليكيشن. طيب احنا ان شاء الله هنقف عند الجزء ده، تمام، وان شاء الله في الفيديو القادم هيكون بعد بكره هنتكلم عن تفاصيل بقى ازاي تختار التخصص، ازاي تحط خطاب التوصية، ازاي تكتب خطة البحث، خطاب النية. هنذكر كل التفاصيل وكل الاسئلة اللي هي بتدور في دماغك الخاصة بخطابات النية، خطة البحث، هنتكلم عنها بالتفصيل وهنشرحها ان شاء الله بدقة عالية.
اتمنى يا رب يكون الفيديو ده مفيد ليكم، وان شاء الله باذن الله تكونوا موفقين ومقبولين في المنحه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.